تشرفنا اليوم بزيارة للدكتور عبد الله إسماعيل، أحد أطباء المبدعين من أطباء مدينة الموصل، الذي كان من الأوائل الذين افتتحوا مركز صحي الزهراء في الجانب الأيسر. اليوم تباحثنا معه حول مبادرته الكريمة مع منظمة طريق الزهور، التي تعنى بإرسال الحالات المرضية لأمراض القلب للأطفال من عمر يوم إلى عمر 16 سنة إلى دولة الهند. طبعا هذا السفر يكون مجاني على حساب هذه المنظمة، لكن بصراحة ناقشنا المشكلات التي تعترض سبيل أولياء أمور الأطفال، وهي حاجتهم لإصدار شهادات الأحوال المدنية أو الجوازات. إن شاء الله اتفقنا مع السيد الدكتور بأننا سوف نكون حلقة وصل فاعلة كمجلس قضاء الموصل بين دائرة الجوازات ودائرة الجنسية، لتسهيل أمر إصدار الجوازات بأسرع وقت وكذلك الأحوال المدنية. كذلك تباحثنا حول إمكانية إرسال حالات أخرى خارج هذا العمر. كانت الإجابة من قبل الدكتور أن هناك تنسيق عالي المستوى مع أحد أطباء المشكورين في مستشفى ابن نفيس في بغداد. إن شاء الله كذلك سوف يكون هناك إرسال للحالات المرضية لأمراض القلب، وخاصة عمليات القسطرة ستكون مجانية وكذلك بسرعة كبيرة لا تتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام، على غير عكس ما إن تم إرساله عن طريق اللجان الطبية ربما تابع الوزارة، ربما يتأخر المراجع شهر أو شهرين. فنحن بدورنا كمجلس قضاء الموصل رئاسة وأعضاء وعضوات نتقدم بالشكر الجزيل لهكذا مبادرات خيرية وإنسانية تعنى بالإنسان وتبث الحياة في مدينة الموصل. كان أكثر الأطفال يعانون وأولياء الأمور من إصدار المستمسكات في الموصل أو في بغداد. وعدتنا مشكورة السيد بسمة بسيم ومجلس قضاء الموصل بالحل هذه المشكلة إن شاء الله لتسهيل الأمر للمواطنين. شكر جزيل لهم المجلس إن شاء الله.